يتم الإعداد الآن. الآن يتم الإعداد وبدعم إيراني ومن حزب الله لترتيب عملية خاطفة تؤدي إلى تغييب بشار الأسد. بعضكم يقول هذا جيد، لا، النظام سيسقط، سيسقط قولا واحدا، هذا هكذا النظام لن يستمر، لكن إعادة إنتاج النظام ومن قبل إيران تحديدا، من قبل إيران تحديدا، هذا أمر خطير جدا جدا. الفكرة أو العملية باختصار، هذه العملية يقودها اللواء بلال، معروف، حتى نسيت اسمه، من أمن الرابعة، وبتنسيق مباشر مع حزب الله وإيران. هناك ضباط كسر معه، سواء من الفرقة الرابعة أو من الأمن العسكري. هناك إشارات وردتهم أن روسيا لا تمانع. أنا أتحدث معلومات دقيقة. رفعت الأسد بالرغم من أنه لم يعد له أي وزن، لا ضمن العائلة الفاسدة أو في الساحل وعموما في سوريا، لكنه أيضا على علم بهذا الموضوع ويدعمه بقوة. وأي شيء يدعمه هذا الفاسد وزعيم عصابة المخدرات في سوريا، بالتأكيد أنا وأي سوري يجب أن يكون ضده، حتى لو لم تكن إيران متورطة في هذا الموضوع. إذن إيران تحضر هذا الموضوع، قد يتم اليوم، غدا، بعد غد، لكنه سيحصل. غسان بلال، مشروع بقيادة غسان بلال ومجموعة من الضباط، وضباط من كبار، لن أذكر أسماء، من الأمن العسكري، وبعلم رئيس الشعبة، بتنسيق مع حزب الله وإيران، يريدون إعادة إنتاج هذا النظام الفاسد. لهؤلاء أقول خسئتم، لن تنجحوا، حتى لو استطعتم لن تنجحوا. ألفت نظر البعض أن بعض الدوائر أو بعض أصحاب القرار في روسيا يعلمون جيدا هذا الأمر، وهذا كل شيء، والسلام عليكم.